سعي عن نفسه، وربما كان حيواننا السري. يبدو وجه قد الميمون وكأنه مكسو بالطلاء، وهو يعيش في الغابات الإفريقية الماطرة. عندما يتعرض الميمون للخطر يستخدم وجهه ذا الألوان الفاتحة كطريقة لإخافة الحيوانات الأخرى، وتتخذ هذه الألوان درجة فاتحة أكبر عند زيادة إثارته، وتظهر معظم القرود أسنانها عند الخطر، ولكن عندما يظهر الميمون أسنانه فهذا يدل على سعادته. رغم أن الميمون يعيش في الغابات الكثيفة، إلا أنه يقضي معظم وقته على الأرض بحثا عن الطعام، وهو يتغذى على الأعشاب والخضروات، ولكنه يأكل العناكب والحشرات أيضا. يتميز الميمون بطريقة غريبة في الدفاع عن نفسه، لكنه ليس الحيوان السري. هل تعرفون حيوانات أخرى